صراحة مؤسف ما نراه الآن في مواقع التواصل الاجتماعي من تحقير ديال الإنسان، وعندما أقول الإنسان فهو راه ماشي غير واحد الجسد، وإنما هو عبارة عن روح، عبارة عن مجموعة من القناعات اللي كيأمن بها ومجموعة من المبادئ إلى غير ذلك. فبطبيعة الحال ما نشاهده الآن على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا تيك توك، فما هو إلا يعني كيخلينا نشعر بالقلق على مستقبل الأطفال ديالنا وعلى مستقبل المراهقين والمراهقات ديالنا، لأنهم ولاو كيتأنسبيرو من الناس اللي هما من الناس الغلط. وبطبيعة الحال كنتمنى ان المغرب يحذو حدو دولة الاردن، وانه يتم يعني الحظر ديال هذا التطبيق كذلك في المغرب، لانه كما نشاهد الان انه راه يؤدي يعني بالشعب الى التهلكة، خصوصا انه سبق وحضرت يعني سنوات هذه من هذا التطبيق هذا، وقلت على ان التطبيق هذا راه تطبيق سام، الدور ديالو هو انه كيخرب الشعوب، ما غنقولش العربية ولكن يعني جميع دول العالم يقدروا يدخلوا اكثر كاع، لانه طبيعة الحال هادشي ما داخلش فيه غير دوك المساهمات، وانما كذلك داخل او الكبيسو ولا دوك الدعم اللي كيدار، وانما كذلك داخل فيه مجموعه من الامور الاخرى بحال تبييض الاموال، التجاره في البشر، وهذه امور خطيره جدا. مثلا تبييض الاموال هو واحد السيد كيعطي فلوس عن طريق هذيك المنصه لهذاك السيد اللي كيبان في هذا، وكياخذ وتعاود يرد ليه هذوك الفلوس، وكياخذ منهم هو واحد البورسونتاج باش كيبانوا دوك الفلوس انه داخلين غير من تيك توك. يقدروا يكونوا فلوس اللي داخله ديال مثلا المخدرات، كيعطيوها لهذاك المؤثر، وهذاك المؤثر كيعاود ثاني ملي كيستقبل دوك الاموال عن طريق منصه تيك توك تعاود يعطيهم لهذوك ديك الجماعه او الجماعات، وكياخذ النصيب ديالو. والمساله الاخطر من ذلك انه يقدروا يكونوا هادو جماعات ارهابيه كذلك، راه ما كنهضروش على التجار المخدرات وما الى ذلك، وهذه هي المساله اللي كتخلينا كما قلت انه يجب حظر هذا التطبيق في المغرب.